الاسم عناب نطور، انا متمعه في بروجكت اسمه لكل تلميذ في مدرسه جيم. الهدف من فعاليه اليوم هو نعمل انتخابات مجلس الطلاب عن طريق الحاسوب، فعاليات انتخابات محوسبه. لحد اسه صوتوا في المدرسه من طلاب الثالث لحد طلاب السادس كل الطلاب الموجودين في المدرسه. اليوم عندنا اليوم مشرفين اثنين اللي هن ايال وسوار على الانتخابات. طريقه الانتخابات هي كثير هوينه، بيدخلوا على الصفحة الرئيسية تبعت الموقع، من هناك عندهم لينك أو رابط لانتخابات مجلس الطلاب، من هناك بيختار في طريقة كثير واضحة بين المرشحين اثنين مجد زهر الدين وعدن حلبي. بعد ما اختار الأسم فيش عنده إمكانية غير إنه يختار أسم واحد، بيضغط على الأسم اللي بده إياه، بيعمل سيوم بنخلص بخلص طريق بخلص الانتخاب تبعه. ندخل كل 10 طلاب مرة واحدة على غرفة الحاسوب، بياخذ تقريبا نص دقيقة. طبعا نحن في صدد أسبوع الديمقراطية، تعليم الطالب كيفية انتخاب بشكل حر، كذلك تعليم الطالب وتذويد قضية الحرية مع حدود وأنظمة واضحة بدون أي فوضى، وإنما طريقة الدعاية الانتخابية من حق الطالب أن يمارس حقه في المدرسة ويكون مسؤولا وقائدا وله كلمته وله اقتراحاته أمام الإدارة وأمام المعلمين ولجنة الأهالي. أيضا اليوم تجرى انتخابات بشكل عصري جدا، محوسبة، فالطالب يدخل إلى الحاسوب بمجموعات، كل إنسان لوحده يشاهد الأسماء، أسماء الطلاب اللي هن مرشحين، الطالبة عدن حلبي والطالب مجد زهر الدين من السوادس. وطبعا اثنيناتهم كانوا مبارح مع بعض قدام المدرسة، عرضوا برنامج العمل، شو طلباتهم، شو هن بفكروا، وإن شاء الله طبعا الطالب هو يقرر أو الطلاب والذي يحصل على الأغلبية سيقود مجلس الطلاب، والطالب الثاني سيكون النائب، أي في نهاية الأمر سيعملان سوية لمصلحة الطلاب ويمثلان الطلاب إن شاء الله بشرف. كان في طبعا كل أساليب الدعاية المسموحة المقبولة، كان في لافتات، كان في أطايب، كان في مجموعات تحاول أن تقنع، وعندما رأينا أنه هناك أحيانا ستنقلب الأمور شوي أكثر عصبية وتزمت، فنحن كنا المرشدين والطلاب طبعا قبلوا النصيحة وعادوا إلى المسار الصحيح. شو وعدوكم المرشحين؟ وعدوكم في 20؟ ايه شو؟ وعدونا وعدونا وظائف وكل جمعة طورنير جول، وسألنا شو بدكم كمان. أنا عدد فيم الحلبي مرشح لرئيس مجلس الطلاب، إنه كنا نجيب الكرمة للرئيس، وبدنا يعني بدنا نطلب منه إنه يتبرع للمدرسة مصاري وهيك. أنا عدد فيم الحلبي مرشح لرئاسة مجلس الطلاب، وإحنا وعدنا الطلاب إنه نجيب لهم كرمل والرئيس، وهو يعني الأولاد يقولوا له شو بدهم. حتى برأيك أنت راح يصوتوا لك الأولاد؟ إيه، لأنه أنا الأولاد يعني حبيتهم والأولاد حبوني كمان، ومعتقد إنه صوتوا لي. أما ليش أنت بدك تكوني رئيسة مجلس طلاب؟ أنا حبيت أكون رئيسة عشان الأولاد إذا بدهم إشي أنا أعملهم إياه، يعني ما حدش يقول لهم لا. عملتي دعاية انتخابية؟ شو عملتي؟ كتبنا شعار انه لا تحتار يا مختار صوت عدن ما تحتار، لا تتحير يا مختار صوت عدن ما تحتار. طيب احنا بعد شوي بنشوف النتائج، اذا ما فزتيش شو؟ انا اتقبل اني ما فزت، بس يعني اذا ما فزتش كمان مجد بكون الرئيس، مش مهم، انا بكون النائبة. انا مجد زهر الدين مرشح لمجلس الطلاب. عملت دعاية انتخابية؟ ايه. شو عملت دعاية انتخابية؟ درنا في المدرسة وصرنا نرفع شلتين. وشو كتبت على الشلتين؟ صوتوا لمجد وكثير اشياء. اما كيف يعني شو وعدت الاولاد؟ شو قلت لهم الاولاد عشان يصوتوا لك؟ بدنا نعمل مسحك طرنير مقول ومسحك مسال، وبدنا نعمل فعاليات وجوائز، كمان فيش يوم فيش عندهم وظايف في البيت. يوم واحد؟ ايه. حتى برايك انت رايح تفوز؟ بعرفش. طب اذا فزت شو بدك تعمل اول خطوه؟ بدي اعمل لهم كثير فعاليات، ونعمل لهم كل جمعه في جول وللبنات. طب جبت لهم كنافه وشيء ولا بعد؟ بلا، وزعنا امبارح اول امبارح. شو وزعتوا؟ طوفي وعلق
وبنت صفي كمان جابت بقلاوة ولاد صفي. هاي عشانك الصف تبعك عم بيساعدك؟ كل الصف بده يساعدك؟ بلا عم بيساعدك. كله بده يصوت لك؟ ايه. اذا ما فوتش اذا ولا فزت شو بتعمل؟ انا ساعتها بكون نائب شو اسمه نائب مجلس الطلاب، وكمان كمان بظل اللي بينفع منهم فعاليات. مش رح تزعل؟ لا. طب اهلك ساعدوك في الانتخابات؟ ايه. شو قالوا شو عملوا؟ اشتروا الاغراض وحضروا معي كمان بستولات وهالاشياء. مرحبا انا اسمي سوار وهبه، بدي اقول لك كيف الانتخابات. اوكي. اول اشي تضغط على انتخابات مجلس الطلاب، عندك المرشحين مجد زهر الدين، عدن حلبي، انت حر لمين تصوت. وتفضل صوت. اذا كيف بدي صوت؟ مثلا بدي صوت لو واحد بس بتضغط على الدائره اللي موجوده حد الاسم وهيك بتكتب سيوم وانت هيك صوتك. انا ربي السادس باء مصفي في مرشح على رئاسه مجلس الطلاب اسمه عدن فهمي حلبي، طالبه ممتازه رائعه، وفي الصف كمان مجموعه من الطلاب والطالبات اللي باعتقادي انا السنه رايحين يمثلوا مجلس الطلاب، وفي مجلس الطلاب رايحين يمثلوا كل طلاب المدرسه بشكل رائع باذن الله. هن لعبوا اللعبه الديمقراطيه بصوره صحيحه جدا جدا، وهذا واحد من اهم الاهداف اهداف الفعاليه هاي. وفي نفس الوقت هن فهمانين بعد حديث إلي معهم على انه كل واحد منهم يصل الى درجه المسؤول، وفي نفس الوقت عليه ان يقوم بكثير من الفعاليات والشغل بصوره مشتركه طبعا مع الغير من اجل مصلحه طلاب المدرسه. الانتخابات لما ما نجحت في حزب العلمة وفي احزاب ثانيه انتخابات محوسبه، فكان عندنا نجاح باهر، نجاح لامع جدا. وانا هون المحل قول شكر وتقدير لاخت عناب نطور نطور شامي اللي هي ركزت قضيه الانتخابات المحوسبه. اول مره بيكون في انتخابات اللي فيها نحن بنستعمل حاسوب، ما فيش صناديق اقتراع، ما فيش اوراق، طبعا كمان فيش خطا في العديه. خلينا دقيقه نتجهز للدعايه الانتخابيه تبعت الطلاب، ونستعملوا دعايه انتخابيه رائعه اللي جابوا لهم كنافه وجابوا لهم هريسه. الانتخابات وكل فعاليه بدت من اول الاسبوع. امبارح كان في حمله دعائيه ضخمه كبيره جدا، بدات في كتابه شعارات وكتابه اسماء المرشحين وعناوين سياسيه مدرسيه. في ثاني يوم كان في تظاهره، كل مرشح كان في حوالي مجموعه من المؤيدين اللي ظهروا في الساحه. بعديها كان في وقفه اللي فيها المرشح وقف وتجمع حواليه الاولاد واعلن عن البرنامج الانتخابي تبعه للمدرسه، يعني الاجنده تبعته والاعمال اللي بده يقوم فيها. شو اللي لفت نظرك في الدعايه الانتخابيه؟ اشياء اثنين بحبهم، اولا طلابنا كانوا مرتب كثير من اي حمله انتخابيه صارت، كانوا مرتبين وكانوا حلوين، وساد الاجواء الانتخابيه روح رياضيه عاليه جدا. حتى في كثير من الحالات وكثير من المحطات ظهر المرشح والمنافسة أو المرشح والمنافس بصورة شباب محترمين وصحاب. حسب رأيي كمان ممكن المدرسة الابتدائية جيل تكون مثال اللي نقدر نعلمه في أي بقعة ثانية في الدنيا للانتخابات، روح رياضية عالية، ترتيب، نظام، حوسبة، استعمال كل التقنيات، يعني الميديا اشتغلت كثير حلو والأولاد بيقدروا يستعملوها بشكل صحيح وفيهم متملكين منها.